اختي خربها يا جزمة يا جيجي. معقول اللي تفتكروا موسى يطلع فرعون؟ لا 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 لا، هناك بقى. يلا انا جاي والله. لا مش هتأخر، هلبس على طول والله. ماشي. لا جايه حالا. هو مين ده يا هانم اللي هتروحي له بيتك؟ مين ايه؟ طب سلام سلام سلام، باي باي. في ايه؟ هاتها البيت وخربها دي عليك انت. ايه استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، انا مش ناقصك خالص، انا فيا اللي مكفيني. الراجل بتاع الانتري عايز 2000 جنيه والله. لا بقول لك ايه، جو خدوهم بالصوت ليغلبوك ده مش هيمشي معايا، واربي قطط واعيش في شقه مهجوره. هات التليفون ده وريني بتكلمي مين. تليفون مين؟ بقول لك رايحه الكورس، رايحه الزفت. بعدين انا بشرح لك ليه اساسا؟ يخرب بيتك اتاخرت. وسع كده. بس برضه حياه امي ما انا سايبك. وانا اقدر على زعلك؟ لا لا ما تخافش، انا هاجي. ماشي ماشي. اه طبعا ايوه، تكسفنيش بقى. حر ابوكو اسود. هتروحي لمين يا بت؟ هتروحي لمين انتي؟ الرحله يا عمر. يو جلجل. عمر عمر مين يا بت؟ انتي صاحبي. ما اسموش صاحبك، اسمه زميلك. جرحوا يا بنات محاسن، وانا هلاقيها من مين ولا من مين؟ مين في كل حربها انت؟ انا مش عايش بالشك. لا خلاص اقفل بقى. لا اقفل انت الاول. ماشي. يا سلمى ازيك؟ عامله ايه النهارده؟ الحمد لله. انت سبت محفظتك اخر مره في كافيه على الترابيزه وخدت لك معايا. والله محفظتي معاكي؟ يكون هاتها البيت دي مقصود بيها سلمى؟ بعت لك لوكيشن البيت لو عايز تيجي تاخدها يعني. سلمى معلش ثواني بس، خليكي معايا اجيبها البيت ازاي دي بقى. ما تقول لها ان عيد ميلادك. ايوه صح، والله هتطلعي انت اللي خرباها. يا سلمى بقول لك ايه، ما ينفعش بس تعدي عليا المحفظه؟ لا خلاص، انا ممكن ابعتها لك مع سواق بوب يعني. لا سواق ايه، اصلا مش هستأمن حد على جوه المحفظه غيرك يعني. لا عم محمد امين وسواقنا من زمان، ما تقلقش. اصل بصراحه يعني لازم اجيلك البيت. نعم يلا. لا 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 انت فهمت ايه، انا اقصد النهارده عيد ميلادي. انا النهارده عيد ميلادي، ويعني احب جدا ان انا اشوف عيد ميلادي النهارده يعني، خصوصا ان انا محرج جدا من الموقف اللي فات يعني. هشوف يعني. عموما كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلام، استنيكي بقى. هاتي هدايا ان شاء الله. باي. رايحة فين يا جيجي يا بنت محاسن؟ انت عبيط يالا؟ مش جاية ورا لغاية هنا؟ بس هو فاكراني نايم؟ فاكراني نايم على إذا كان علاء بتاعك نايم على ودانه فأنا لا يا هانم، ولا تكوني طالعة له يا بنت؟ هنا طالعة المنيا ودخل. يا ابني اتفضل. يا ابني اتفضل. كل إيه؟ بس يا أختي يا عم وبربيها في إيه؟ أختك بنروحها بالهداوة كده يا باشا. اتكل على الله. اتكل على الله وقولي لهم إن أنا أخوك. بالهداوة بس. اتكل على الله. خلاص أخويا أخويا معلش. اتفضل اتفضل. شايف الهبل اللي انت بتعمله؟ انا اللي بهبل برضه. خلاص بقولك ايه، نايمتني انا وابوكي ننه وخرباها. ماشي خرباها في الشوارع قدامي. انا قدامي افتحي بقك.